السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس. إذا كنتم ما تشاهدون القناة لأول مرة لا تنسوا متابعينا الكرام الاشتراك للتوصل بكل جديد أخبار الطقس ببلادنا المغرب. نستهل نشرتنا لهذا اليوم متابعينا الكرام بتوقعات حالة الطقس لبعد زوال هذا اليوم، حيث من المتوقع أن تستمر نزول الزخات المطرية على مستوى العيون بوجدور بوغراع وكذلك طرفايا وكذلك طنطان وكذلك على مستوى منطقة قلميم وتيزنيت، وستكون هذه الأمطار رادية بحول الله بهذه المناطق. ومن المتوقع إن شاء الله كذلك متابعينا الكرام أن تعرف مدينة ساردانت وكذلك أكادير أجواء عاصفية قد تكون مصحوبة بنزول تساقطات مطرية خلال الفترة المسائية من هذا اليوم. وبالنسبة للمناطق الشمالية والغربية للبلاد، فمن المتوقع إن شاء الله أن تعرف مدينة أسفي الجديدة سطات بن جرير أن تعرف هذه المناطق بدورها نزول تساقطات مطرية ستكون مهمة على مستوى منطقة الوليدية بإذن الله تعالى، وكذلك على مستوى منطقة أولى تفريج سطات برشيد الكارة وكذلك الدار البيضاء وابن سليمان والرباط وكذلك الرماني. هذه التساقطات المطرية لمساء هذا اليوم إن شاء الله ستصل كذلك إلى المناطق الشمالية للمملكة وكذلك المناطق الغربية للبلاد، حيث من المتوقع أن تشهد مدينة طنجة وأصيلة والعرائش للميمونة تطوان شفشاونة ساكن وكذلك متابعين الكرام تابودا وزان تاونات قرية با محمد وكذلك سيدي سليمان أن تعرف هذه المناطق بدورها نزول تساقطات مطرية ستكون مرتكزة أو مركزة على مستوى مدينة شفشاونة ساكن قرية با محمد سيدي سليمان وكذلك الشريط الرابط ما بين بن سليمان والدار البيضاء. هذا فيما يخص متابعينا الكرام حالة الطقس لهذا اليوم. بالنسبة كذلك لمساء هذا اليوم، فمن المتوقع إن شاء الله أن تستمر هذه التساقطات المطرية على مستوى الشريط الرابط ما بين الحسيمة ساكن تونات أبن القرية بو محمد تابودة وكذلك سيدي سليمان مكناس الخميسات الرماني بن سليمان الكرب رشيد سلطات والفريج سيدي بن نور اليوسفية وكذلك خميس الحاج والسفي والوالدية. وكذلك من المتوقع أن تستمر الأجواء المستقرة على مستوى الجنوب الشرقي للبلاد وكذلك على مستوى الواجهة الشرقية للمملكة. وبالنسبة متابعينا الكرام حالة الطقس للصبيحة يوم السبت القادم بحول الله، فمن المتوقع تشكل غيوم على مستوى مرتفعات الأطلس الكبير وكذلك المتوسط قد تكون مصحوبة بنزول قطرات مطرية خصوصا على مستوى المرتفعات وكذلك استقرار الأجواء بشكل تدريجي على مستوى المناطق الجنوبية لبلادنا المغرب. هذا فيما يخص متابعينا الكرام حالة الطقس الخاصة بهذه الأيام. لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة للتوصل بكل أخبار الطقس ببلادنا المغرب. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.